في الأستاذ حمدين صباحي، طبعا هو لم ينجح في رئاسة الجمهورية وسقط سقوط ذريع، فبيحاول في الفترة القادمة المرور من أكثر من اتجاه ليحاول أن ينال منصب سياسي في الدولة. وماذا تتنبأ لحمدين صباحي؟ لن ينال أكثر من عضوية مجلس شعب عن دائرته التي ولد فيها. يبقى حمدين يرجع نهائي نائب بالبرلمان، نائب معارض بلطيم كفر الشيخ. بلطيم كفر الشيخ، تمام. لكن لن ينال منصب سياسي أكثر من هذا ولا يحلم به. تمام. في شخص كان اختفى سياسيا في 2014، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اختفى محدش سمع عنه حاجة. سيعود إلى الظهور من جديد، يجمع في شتات نفسه وبيظهر بصورة جديدة. الصورة دي هتكون إدارة شتات الجماعات الإرهابية التي تبعثرت ليجمعها من جديد، ويصبح هو يعني تقدر تقول الزعيم بتاعهم الجديد. لكن عودته دي مع الأسف الشديد هي قادمة من الخارج. هو المفروض انه رئيس حزب مصر القوية، مش كده؟ هيجمع تحت لوائه شتات الجماعات التي تشتتت. يعني الفترة اللي فاتت دي حصل تشتيت للجماعات، اكتر من جماعة بدون مسميات كده، في جماعات كتير قوي اتشتتت. اصبح هو الشخص الوحيد دلوقتي اللي يقدر يتجمعوا حواليه، لانه غير مدان الى الان باي شيء. فده هيكون دور عبد المنعم أبو الفتوح في هذا ليحاول الظهور من جديد. حضرتك قلت الجماعات الإرهابية ولا الجماعات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي؟ الاثنين. طبعا الإرهابية بتبقى صورة مقنعة، لكن كل ده هيظهر. مفيش حاجة دلوقتي مش هتظهر، كل حاجة هتظهر. هذا عامل متناقضات تسقط الأقنعة عن الجميع. تمام. في الفريق أحمد شفيق، عودة حميدة إلى مصر، عودة لمصر في خلال 2015 سيعود إلى الدخول في عالم السياسة، ولكن عن طريق قناة معينة، وهي قناة البرلمان المصري. البرلمان دخوله في انتخابات مجلس الشعب، وهينجح فيها، وهيتجه في هذا الاتجاه اللي هي السلطة التشريعية. بس حتى هذا اليوم اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، والفريق احمد شفيق موجود خارج مصر، ولكنه حدود جمهوريه مصر العربيه، ولكنه سيعود. هيعود في 2015 ان شاء الله. تمام. وممكن ينال المنصب اعلى من عضو مجلس الشعب، يعني دي البدايه. بس في هذه القناه فقط، عضو في البرلمان ثم يعلو في هذه القناه او هذا الاتجاه، لكن مفيش اتجاهات اخرى. ملوش ايه؟ مفيش اتجاهات اخرى. تمام. في عندنا اخر حاجه في شخصيات سياسيه، قلت ان سابقا في سنه يعني في اواخر 2013 قلت ان محمد مرسي سيقتل، وما زلت اقول ان هذا الرجل مقتول. ولكن بعد قلت ان هو هيقتل في 2014 وما زالت الكره في الملعب. انا 2014 فاضل لها كام يوم؟ لا، هقولت لحضرتك على حاجه. انا لما قلت على محمد مرسي لم احدد انه سيقتل في 2014، قلت سيقتل في المستقبل، ولكن لم احدد العام. وما زالت الكره في الملعب، ولكني اراه رجل مقتول، وده بعد ما يحصل له حاجتين، وعكه صحيه شديده ومحاوله لتهريبه خارج السجن.